السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم في فيديو جديد وجولة جديدة. معكم ايمي من قناة ايمي وهنونة. النهارده بقى ان شاء الله احنا هنصور هنا عند ملكة السمك كله، الحاجة ام احمد، زي ما طلبتوا مني. السلام عليكم. سلام يا مرحبا. ازي حضرتك يا حاجة ام احمد؟ الحمد لله. ايه الانواع الجميلة اللي عند حضرتك دي؟ عايزين نتعرف على الاسماك. اول حاجة دي سمكة الشبين. الشبين نمسكها برضو كده نوري للناس شكلها. ده شكلها من قدام. بكام الكيلو فيها يا حاجة ام احمد؟ ب25. دي بتتسلخ؟ بتتعمل ايه؟ بتتعمل قلية وصينية وطاجن وشوربة. تمشي في كل حاجة يعني؟ كل حاجة. تمام. معانا ايه كمان؟ ده بنقص. ده بنقص من فصيلة الشعور مش كده؟ الشعور. عامل كام؟ ده عامل 35. 35. عين السمكة اهي صاحية زي ما احنا شايفين كده عند الحاجة ام احمد. وده حريت ابو عجوه. حريت ابو عجوه ده فصيله من فصائل الحريت مش كده؟ الحريت ليه فصائل كتير. ده عامل كام؟ ده عامل 20. 20 جنيه. بيتعمل ايه او اكله ايه؟ قليه وشوربه وصينيه وكل. بيمشي كل حاجه. تمام. وهنا معانا ده الخرمان مش كده؟ مبروم صح؟ لا ده مش المبروم، ده المبطط. ده المبطط. خرمان مبطط اهو. بكام الخرمان؟ ده ب30. 30 جنيه الكيلو. وهنا البولتي او الشبار. بصوا عينه. بكام البولتي؟ البولتي ب25. 25 جنيه البولتي. طبعا احنا هنا دي جوله الاسماك الشعبيه اللي في متناول الجميع يعني، صح مش كده يا حاجه محمد؟ انت بتخبي الناس اللي يعني علشان تاكل سمك وفي نفس الوقت يعني اسعار السمك حنينه. ايوه اسعار السمك حنينه. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك يا رب. ودي القاصه. دي قاصه اهي. سعرها كام القاصه؟ 40 35. 35 ل 40. ودي القاصه الكبيره نفس السعر ولا ايه؟ نفس. لا دي ب 40. دي ب 40. كبيره ب 40 وصغيره ب 35. القاصة مختلفة عن الحفارة بشكل الراس زي ما احنا شايفين كده وفي الديل بتاعها. ده برضو حريت. ده حريت ابو عجوة. حريت ابو عجوة. وهنا برضو ده حريت. الاحلى ايه، الفاتح ولا الغامق؟ يعني حسب ذوق الواحد مش كده؟ كل واحد يشتري اللي هو يعجبه. بس يعني الحريد ليه كذا فصيله زي ما احنا شايفين وكذا لون. ده الفاتح بتاعه وده الغامق اهو. سبحان الله. سعره كام الحريد؟ ده الحريد ده 30 جنيه. وده؟ ده 40. ده 40 وده ب 30 جنيه الكيلو. ده السجان. السجان ب 40 جنيه زي ما احنا شايفين كده. عايزه اقول لك يا حاجه ام احمد، كل متابعين قناه ايمي وهنونه بعت لك السلام. قالوا لي السلام امانه للحاجه ام احمد، لما تعدي على سوق الانصاري لازم تعدي تسلمي عليها. فاحنا جينا بقى نسلم عليكي. احنا خدامين الشعب. الله يخليكي وربنا يوسع رزقك يا حاجه. رقم تليفون الحاجه ام احمد هينزل قدامكم دلوقتي على الشاشه. لو حد عايز اي حاجه هي دايما عندها الجديد وعندها الاسماك الشعبيه باسعار كويسه جدا جدا. بشكرك جدا يا حاجه. بشكرك جدا. وبشكركم جدا لحسن المتابعه. واتمنى ان شاء الله يا ريت تدعموني باللايك والشير واشتراك في قناتي اللي يشوف القناه اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.